حلو ان شاء الله هيك. طيب ممكن تقول لنا انت اول ما طلعت ايش صار اول ما طلعت؟ هي انا استنى فيه اول ما يطلع الواحد بشوف الشغلات الحلوه بشوف الشغلات مو حلوه، في ناس بتحبك في ناس ما بتحبك، في ناس عم تفقدك خبز عرفت؟ بدي اعرف كيف يزمت وكيف كيف يضل يحس يضل مريح حاله، كيف تقدر هيك تضل مريح حالك وتضل ممكن كاتشب شوي؟ ليه؟ غيرت رايك يعني؟ ايه فانه هدول كلهم بشوفهم بكره الواحد، في ناس بتهاجمك وفي ناس بتنتقدك وفي ناس بتسبك، لا في ناس بتدعمك، كله كله موجود. ما هذا هذا الحلو انه انت بما انه في ناس بتحبك في ناس ما بتحبك، فهذا الحلو ما انت هيك بتكون ناجح صح. على كثر الناس اللي ما تحبك لا انت بنجح، بس على كثر على مثل ما في ناس هيك مثل ما في ناس هيك، لكل شخص بيناتنا حتى للسار اللي بيفوز يعني كل حدا في ناس هيك ناس هيك، هو هدف الواحد الشغل يخلي الناس اللي بتحبه تضل عم تحبه والناس اللي ما بتحبه كمان تقتنع فيه. بس ما في يرضى كل العالم اكيد، اذا الواحد هيك خلص بحبه لرمضان خلص ما فيش حدا بقنع كل العالم، ما في يرضى الله شو ايه واحد بيعمل هو اللي بيريحه اللي بيريح سؤال هلا انا هلا قلت طلعت انت اصحابك واهلك ما قالوا لك مثلا باش انت كثير متغير عن قبل كذا، انت مش متغير لانك انت تغيرت، شوفي مضبوط صدمه الموضوع وكذا. هي مو رفقاتك شو بحسوكي؟ بحسوكي انه انت بقول لك انه انت تغيرتي، بس انت ما بتكون تغيرتي، بتكوني انت انشغلتي بقصص وهن يعني بيشوفوك بيصيروا بطريقه بيحسوك انك تغيرتي، بس انت جد ما كنت تغيرتي، بتكون انت بس عم تعيش هذا الجو الجديد، هن ما بيكونوا شايفينه وعايشين يعني ما بيكونوا قد ما كانوا. لا في ناس عم تشوفك وعم بتقول انه هن عايشين معنا وعم يشوفونا على التي في وكذا بيضلوا عادي، فبيستغرب بيقولوا انه نتغير، الواحد بيقولوا انه عم نتغير صح. هو في شيء بده يتغير؟ ما في شيء بده يتغير اكيد، اكيد في شيء بده يتغير، اذا ما في شيء تغير بكون ما استفدت شيء، ففي شيء رح يتغير الله يستر من هالشيء اللي راح يتغير. انا باكل لقمه، انا انسان خايف من برا كثير ماني عارف ليش. والله انا اكثر واحد انا عندي ها يعني انت هاجس عاد ماني حاب اطلع دائما اكثر واحد بنق على فكره، اكثر واحد بيسال هالسؤال يعني شو في اكثر واحد هذا هم جمع انه مين هو يعني بغني احسن شيء باكل هم برا اكل انا لانهم مثل ما قلت هلا بقول لك صعبه ولا سهله انه انا عرفان صعبه اوكي يعني هيك يعني لانه انا قبل ما اجي لهون انا يعني انا بدرس موسيقى انا هي شغلتي فهمت كيف يعني انا بالحياه يعني انا مش كنت رح ادرس انا شغلتي كنت انا بدرس مغنى يعني شرقي ودراستي يعني بتاهلني انه اخر شيء انا اصير انا بس مغني يعني انا شغلتي بالحياه بس غني يعني شغل قبل ما شو من شو خايف فانا صرت هون هيك بحاحي يعني بتعرف الواحد بحاحي انه بيعرف شو شغله هيك يصير بالحياه مو شغله هلا انت اعتبر حالك كم ما حدا بيعرف حدا اسمه نصيف انسى مو بس بسوريا ما في حدا بيعرف نصيف انسى برا انه هلا بسوريا العالم كله بيعرفوك رمضان بالاردن اعتبر انسى برا ما عم بدك بس ببلدك يعني الناس اللي عم يشجعوا سوريا لاسا اللي بيحبوا بكل حدا بلد لانه صرت معروف ببلدك انت اول شيء اسمك صار معروف صح عرفت بغض النظر شو خلص في اسم مسموع الناس عم تتابع ما عم تتابع في ناس عم تسمع انه في حدا اسمه نصيف بالسار اكاديمي يعني صار انت لما بدك تعرف حالك انه انا كنت بالسار اكاديمي اسمه نصيف بس صار في عندك السي في تبعك برايماتك الاغاني المغنيه هذا اذا ما حدا بيعرف عنك او ما حدا سمع عنك غير الناس اللي بتعرفها غير الناس اللي عم تتابعك بمصر بالخليج بالمغرب يعني غير الناس عم تتابعك برا وعم يشوفك برا فشو بدك اكثر من هيك؟ صفي انت بس تشتغل على حالك تأرجي العالم اللي ما شافوك اللي لسه ما عرفوك والعالم اللي بتعرفك هي بتكون عم تدعمك والفانز كلهم عم يدعموك وعم بيخلوا العالم كله كمان هدول هيك شو من شو خايف يعني؟ هلا انت بهي المرحله تبع انه انا اشتغل حالي ل يعني هي المرحله هي بتطول بتصير قصيره كل حدا هو وهو وهو والفرصه اللي بتجي هو وشطارته هو طولت معك طبيعيه ما كثير هلا انا يعني في مرات بظروف كمان عم مشي شغلي عم مشي يعني عم مشي مع بعض القصص عرفت فكل حدا حسب شو عنده شو الجو اللي رح يطلع يشوفه حياته شو هي في ناس بتترك تكمل دراستها صح يعني في ناس عندها دراسه بتكمل بس نفس الوقت في ناس طالعه بس بتشتغل بتشتغل شو كنت بتدرس؟ انا درست تجاره واقتصاد بس كنت خالص انا فتحت لما خلصت يعني قدامك صغير 27 مش مبين فراغ لا مش مبين وشو برجك؟ العقرب قد ايه؟ ستة ستة خمسة؟ ستة خمسة عقرب؟ العقرب هي سوري هذاك التوب ستة نوفمبر كات؟ ايه انا ما ادري هذول الشغلات طبعا كات ما بمشي كات
ما في شيكات؟ لا ما في شيكات. لا يا حبيبي ليش؟ احنا على طول هي عيدنا بتنتقل كل خربطة. لا اذا ما كان في شيكات السنة درنا جوكات. احنا عشية عن جد عن جد وحياتكم ما في شيكات والله لازم يكتكتوا كمان وهمرت بكتكتوا مش كمان ما بيمشي ما بيمشي ما بيمشي ما بتقطع يا سلام كل سبوية يا جماعة كل ما بيحبنا ما بيسأل انا شي ريان مرة تحكي ريان ضحك تحكي ريان حبي غرفة تبع النوم تبعنا هون عند الخزاين في مراية فما انا عارفان انه ما في عارف اذا عم يشلع ما انا بكاميرا قالي انا شارح بنوك كنت مرة بينسى الواحد لا احلى شيء انا هو محمود اول جمعه عم خبره شيء هيك وعم بتبع عن زين انا الزكي لما حتى هيك على الكاميرا تاعي الكاميرا ماشي لقطه الاحرف هيك ورا بعض بس كلها كذا نصيب صرت نصيب عم بقول هيك كان هي مثلا الكاميرا ماشي ما ماشي ما عرفت قالوا لي ثاني نهار انه فكر حالك زكي زي. ما بعرفوا انه فيهم هون في كاميرا معنيه ورا كلهم عايشين عالم ثاني تطلع بكل شيء مرايات كل شيء بهول بكل شيء هيك كل شيء فيه هيك بيلمع اطلع اذا وراه في شيء زين اول ما صحيت من النوم بالاكاديمي كانت هيك متغطايه فوعيت طلعت هيك الكاميرات كلهم هيك زوم 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 طلعت شو هذا؟ لا ما تلبكتوا بالكاميرات اول جمعه عندي مشكله انا الجرس اللي عندنا بالغرفه شو كنت؟ هو الجرس والانسي اكبر مشكلتي انا زلمه انا هي فئه الجرس انا فئه الجرس هذا هذاك النهار ضحكت حالي قلت هاي اذا طلعنا بالتلفزيون بيعطوها لقطه يعني مثل اخوه طال نايم هيك رمني الجرس عملت هيك والكاميرا هي اللي هون هيك انا تخيل هاي دائما عوجي دائما ما بلاقي غير انه كل ما في بعمل هيك دائما مره بيرن عندكم هيك عملت انا شو؟ الجرس قدام مره بيرن بيرن؟ لا احنا حبيبي كان موسم حقهم في مشاركه كثير اول شيء مره هيك احنا كان عبد العزيز يعذب بالفئه و عبد العزيز اكثر شيء كان يتاخر احنا كلنا كلنا احنا عندنا بدريه حرام بدريه كيف عزيز كان يتاخر كثير كثير؟ كان يتاخر بالنوم كثير كثير كان يتاخر نحن كلنا هون كلنا ما حدا يعني كان يمكن يقعد لا انا كون هيك هيك زياده ساعته مزوم السنه الماضيه طبعا ساعته مزوم السنه الماضيه هي الفئة اللي حد صار لها عادي اكل العصبية ما بعرف حدا واقع عليه ما بتذكر مين بس ايه كل كراسي ممكن شفت هذا الكرسي باش هذا الكرسي اللي عند الكمبيوتر هذا كله ينضرب مسكين هذا مسكين كل ما واحد يتخانق يجي يروح يرميه كذا شفت حاطط عليه ورقة المغضوبة عليهم مكتوب عليه شوف مكتوب عليه بس ما عاد في جنان خلاص ما ايه اكيد تقدر تقول تقدر تقول يعني ممكن تقدر تقول ممكن انا ممكن اعزبك واحده كمان حبيبي ايوه بك انت حبيبي في زلمه صرت بك انت ما في شيء له طعم غير صح؟ انا هون متعود عليهم هيك مشتاق لهم كل احسن تاخذ معك اذا بدك يعني مكان كون اوريو؟ لا والله يا بس احنا عنا اوريو ليش يلا نحن لا اوريو لا نحن تفضل ما بتعرفه؟ لا ما بتعرفه؟ كيف ما بتعرفه؟ كيف ما بتعرفه؟ بس شو الايفانات اللي عم تقطع؟ بس ايفان يقول لك ما حضر لا بربك قلت لك اياها صارت لي كثير 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 شو وحش؟ شوف لك قاعد وحش عكسي ولا انا وزينة الشاب الشاب اللي قالوا له رقص قدام الكاميرا عم اول بس جيت قالوا له رقص قلت لهم لا لا شو تساوي؟ لا رقص هيك شو هيك؟ انا مش دبكه مش دبكه نصيب انا بدي اسبق بدي انا اذا مشان البروموشن هيك انا بدي اطلع هيك لا لا بس انا رقصها كثير حلوه جد رقصاتكم كلها اوه انا بنطر استاذ اسامه بنطر ما لا يتمسخر علي احنا السنه الماضيه ما كنا نشوف فرانز ايه صح طبيعي وكيف فانا كل شيء عكسي انا ما كان عندهم مسلسل مثلا كل عكسي انا شو هيك انا عكس اللي صرت اعمله بالايفار لانه عن جد بدهم اياني هيك اطلع من ثيابنا يعني عارف شيء انه خلص بشوف والله العالم هلا حبتكم مثل ما مبسوط عم انبسط ايه بس العالم حبتكم بتضحك وشوف تنبسط على حالك العالم حبتكم مثل ما انتم فما في شيء عيب يعني اكيد
اكيد حضرت ابال بيلا؟ لا زينة ونصيف انا زينة ايفالاتنا شو مرة حدش واحد من ايفالات العجور محضر من ايفالات اول اخر ايفالات انا اقول لك ايفالاتنا اللي احنا اللي سويناهم بالوقت ايفالاتنا ما قدر فشل بتعرف انه في ايفال يعني كنا نعمل ايفالات قد ما بضحكوا نحن عم نضحك احنا بنضحك ايه اللجنة اخر ايفال عملناه انا وسلطان اللجنة بالارض بالارض فرض انا بالنسبه لي عندي ملف كامل ايفالات فوق اي مسلسل تبغى تتابع ما عندك مشكله ملان خذ لك ايفال من فوق الله يطول عمرك خذ لك كم ايفال عملنا هنود هنود نحكي هندي وعنا مترجم كان